إلى جانب ذلك، بيّن رئيس التمريض في مجمع السلماني الطبي حسين مرزوق حقيقة الإجراءات التي يتم ممارستها فور دخول المصاب بفيروس كورونا المستجد إلى المركز الصحي المعني باستقبال حالته للوصول إلى مرحلة الشفاء التام، مدرجا مجموعة من النصائح الواجب اتباعها لكل مريض قبل وبعد تعافيه من الداء. استلم المرضى عن طريق اللي هو ثلاث أربعات، هم يتصلون فينا ويخبرونا أن في مريض مصاب وتم نقله إلى المركز، في بوابة خاصة وباستقبال المرضى، يدخل عن طريقها المريض إلى المركز وتم على طول إدخال المريض إلى غرفة العزل، وتم إعطاء المريض التعليمات اللازمة بخصوص اللي هو العزل وشنو اللي راح يكون في اللي هو خطة العلاج اللي راح تكون حق المريض. وطبعا يعني في المعلومات هذه احنا نتم باستمرار على طول إعادة التحليل حق المريض المصاب، وإذا كانت النتيجة سلبية نعيدها مرة ثانية، وإذا سلبية بعد طبعا يروح البيت. بعد ما المريض يخلص من عندنا هنا يعطى موعد إلى مدة أسبوعين ويراجعنا في العيادة، وعقب ما يراجعنا في العيادة بعدنا ناخذ العينة مرة ثانية ونعطيه بعد أسبوعين، وجينا مرة ثانية بعد العيادة علشان نعيد هذه. طبعا المطلوب من المريض بعد ما يترخص من المركز اللي هو العزل لازم يكون موجود في البيت إلى مدة أسبوعين، ويكون عنده اللي هو الحجر الصحي في البيت. الحجر الصحي طبعا يكون في البيت، لازم يتجنب أنه يكون يخالط الأسرة، ولازم هو في نفس الوقت يحاول أنه يستخدم الأدوات تكون خاصة فيه فقط هو، وتكون الغرفة بتكون فيها تهوية جيدة علشان المريض يعني يمنع انتشار الفيروس أو حتى أنه يرجع مرة ثانية.